كما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 15 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2260 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 848,846 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,631 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,851 طن، كما تم ضبط 17 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن، وضبط 12 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 120.5 طن، وكذلك ضبط 6,668 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 245 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 49 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 168.5 طن سلع غذائية متنوعة وأسمدة زراعية وأقماح، وأكثر من 120 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين حجب أعلاف بمضبوطات بلغت قرابة 20.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 13 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات قاربت 570.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 5 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت قرابة 30.5 طن أعلاف حيوانية، وتم ضبط 4,156 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 264 طن وأكثر من 160 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 85 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات قاربت 68 طن وحوالي 75.5 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 71 طن أسمنت، كما تم ضبط 343 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 3,644 طن، كما تم ضبط 281 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 83,450 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 635,814 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 320,858 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,012 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 211 سائقا منهم، كما تم المرور على 179 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 781 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات.
كما تم فحص 686 مركبة وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 295 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4583 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 623 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 913 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2160 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2579 مخالفة ملصقات و11 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2010 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84,653 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,845,443 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و182 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 90 قضية بقيمة مالية بلغت 204,278,166 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2996 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,606,000,000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,090,357 جنيها.